ولنقاش ملف المقبرة الجماعية الجديدة التي اكتشفت بحي الرفاعي في مدينة الموصل، والبيانات الصادرة من المنظمات والهيئات الوطنية المستنكرة لتلك الجرائم، ينضم إلينا عبر خدمة سكايب الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق دكتور عبد الحميد العاني. أهلا بكم دكتور. وسيكون أيضا معنا من الدوحة المتحدث باسم مرصد أفاد الحقوقي حسين دليم. أهلا بكم أستاذ حسين، ونرحب بضيفينا. والبداية مع دكتور عبد الحميد، كنتم قد أصدرتم في هيئة، إن كنت تسمعني دكتور. عفوا، السلام عليكم. عفوا، لا صوتكم يعني منخفض جدا، لا أسمع. ربما نبدأ مع ضيفنا الأستاذ حسين دلي من الدوحة ريثما نحل المشكلة الفني. أستاذ حسين تسمعني؟ نعم. نعم، أبدأ معكم من التقرير الذي أصدرتموه في مركز أفاد، والذي جاء بعنوان دفن الحقائق وتناقض المواقف. ما الحقائق التي أرادت الحكومة إخفائها في هذه المقابر الجماعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة، تحية للرافدين وجمهورها الكريم. الحقيقة الأولى التي أرادت الحكومة أو الحكومة المحلية في محافظة نينوى بإدارة الطب العدلي هي أن هؤلاء الضحايا الشهداء أغلبهم عوائل مدنية نزحت إلى حي الرفاعي، وتحديدا قرب جامع بهاء الدين. هذه النزوح حدث خلال الأحداث الحرب والقصف الشديدين، وهذا القصف سواء كان من التحالف الدولي أو من مدفعيات القوات الأمنية والعراقية أو الحشد الشعبي أو حتى القصف المتبادل مع تنظيم داعش، هو الذي أجبر هذه العائلات على ترك مناطقها وأحيائها وهجران منازلها والذهاب إلى محيط هذا المسجد، ظنا منها أن تلك المنطقة نسبيا أكثر أمانا من تلك الأحياء، لكنهم فوجئوا بقصف مركز على هذا الحي. وفق جهود عيال التقينا عددا من نجوا من تلك الحوادث وتحدثوا لمرصد أفاد، بعد يعني عرفنا أرقام هواتفهم، قالوا كان القصف شديد، هناك مئات العائلات أتت من عدد من أحياء الموصل إلى هذا المسجد وما حوله من منازل، وكانت الاشتباكات شديدة. فهذه الحقيقة الأولى التي خرج بيان الطب العدلي المؤسف لينكر هذه الحقيقة. الحقيقة الثانية أن الحكومة العراقية في بغداد متقاعسة منذ سنوات عن إيجاد حل لهذا الملف الإنساني المأساوي، وكذلك الحكومة المحلية بشخص محافظ نينوى وإدارة الطب العدلي وبقية المسؤولين، حتى نواب نينوى لا يبرؤون من هذه التهمة، تهمة التواطؤ وخذلان أهل الموصل والعوائل التي تريد معرفة المفقودين منذ سنوات. هناك حقائق كثيرة ينبغي على الحكومة العراقية والحكومة المحلية أن تبرزها وتتخلى عن منطق رفع العبء على الكاهن وتحميل الجريمة داعش، وأن هؤلاء هم سنتحدث بشكل مفصل عن هذه النقاط المهمة التي ذكرتموها. ستبقى معنا أستاذ حسين. نعود من جديد لضيفنا الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق دكتور عبد الحميد العاني، ونرحب بك مجددا. كنتم في هيئة علماء المسلمين أصدرتم بيانا حول المقابر الجماعية عموما في العراق، وتحديدا المقبرة الأخيرة التي تم اكتشاف فيها 145 جثة، ولا زال العدد مرشح للارتفاع. كيف يفسر التكتم وتضليل الإعلامي في الكشف عن هذه المقبرة الجماعية، ولماذا لم يرافق الإعلام الكشف عن هذه الرفات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولجميع المشاهدين الكرام. حقيقة هي مأساة، وكما سبق وذكرنا في أكثر من بيان ومنذ سنين طويلة، ولا سيما ما يتعلق بمدينة الموصل وبدء هذه الحرب، حرب الإبادة على هذه المدينة، أن هنالك العشرات من هذه المقابر التي تم الكشف عنها، فضلا عن عشرات أخرى لم يتم الكشف
عنها إلى هذه اللحظة. المشكلة والمصيبة الكبرى والجريمة المزدوجة في هذه المقبرة الجديدة أنه معنى هذا الأمر أنها منذ 4 سنوات إلى الآن لا يوجد هنالك جهود لانتشال هذه الجثث من تحت الأنقاض. معنى ذلك أن هنالك إهمال، وإهمال متعمد، للتكتم على مثل هذه الجريمة وجرائم أخرى، لأنه هي حرب إبادة فعلا على هذه المدينة المنكوبة، فضلا عن عشرات الجرائم في محافظات أخرى، ولا سيما هذه المحافظات التي شملت في حينها بحرب الإبادة التي شارك فيها التحالف الدولي كما يسمى، وجارة السوء إيران وأذرعتهم في الأجهزة الأمنية الرسمية والميليشياوية. أما لماذا التكتم إلى هذه اللحظة ولا سيما بعد أن كشفت؟ لأنه هي فضيحة، ويحاولون قدر الإمكان التكتم والتستر والتهرب من مثل هذه الفضيحة، ولكن الإعلام اليوم لم يعد مقصورا على ما يرافق هؤلاء، فهنالك الوسائل البديلة وهنالك الإعلام الحر الذي يقوم بدوره في كشف مثل هذه الجرائم وفضح مثل هذه الممارسات وغيرها. ستبقى معنا دكتور عبد الحميد. نعود للأستاذ حسين. ما حجم الألم الإنساني عند متابعة تصريحات عن اعتبار هؤلاء الضحايا ومشاهدة مشاهد مؤلمة ومرعبة لجثثهم ورفاتهم أن يصنفوا بأنهم دواعش؟ طبعا المعاناة مضاعفة بالتأكيد. كثير من الناس ما زال يعتقد بأن أبنائهم أو أخوانهم أو أزواجهم المفقودون على قيد الحياة، وبالتالي عدم البت في مصيرهم لحد الآن يحمل مأساة من طرفين. النقطة الأولى أن هذا الأمل ما زال موجود، والحكومة لم تعطي موقفا نهائيا، لأن هذه المقابر التي تكتشف لا يتم فحص الدي ان اي لمعظم هذه الجثث، وان تم فحصهم لا يبلغ ذوي الضحايا بان الاسم الفلاني او العائله الفلانيه هي من ضمن هذه الضحايا او هذه الجثث، وبالتالي تبقى الامور معلقه. وعندما نتكلم عن امور معلقه نتكلم عن نواحي قانونيه ونواحي حقوقيه ونواحي ماليه، ناهيك عن امور نفسيه تتعلق ب يعني كثير من الناس، الاطفال اصبحوا ايتام، وناس نساء اصبحت ارامل، فهناك معاناه والام مضاعفه تصل لهذه العائلات. اولا كما استثنى، والنقطه الاخرى ان عندما يرون ان الحكومه العراقيه والحكومه المحليه لا تبالي بحسم هذا الملف، اسوه بكثير من الملفات الشائكه في العراق مثل ملف النزوح، ملف التهجير، وملف اللجوء، ويضاف اليها ملف هذه المقابر. وبالمناسبه المصطلح الحقيقي لهذه المقبره ليست مقبره جماعيه، لان القبور التي اكتشفت ليست في منطقه واحده بل على مسافه 400 الى 500 متر. نتكلم عن قبور متفرقه، قبور غير نظاميه، وبالتالي عباره مقبره جماعيه توحي بان الحكومة المحلية أو الطب العدل الذي رأى أو يعني جعلها في خانة داعش أقرب إلى وصف المقبرة الجماعية، لكن الحقيقة أن هذه المقبرة معروفة منذ فترة طويلة، والذي حدث قبل بضعة أيام هو اكتشاف وحفر هذه المقبرة وإخراج الجثث من تلك القبور المتفرقة. ووصلتنا معلومة بأن الطب العدلي أخذ عينات دي ان اي لهذه الجثث، لكنه لم يتمكن من تحديد هويه هؤلاء المغدورين لانه لا يمتلك عينات سابقه لهذه الجثث، وهذا يؤكد ان ما قيل عن انها تنتمي لداعش غير حقيقه وغير امر غير موضوعي، لان من اكتشفت الجثث التي اكتشفت بانها تلبس ملابس تنظيم داعش لا تتعدى 7 جثث، وبالتالي بقيه الجثث وهم أكثر من 95% جثث مدنيين بالدليل القاطع. نعم، سأعود معك لنقطة الحمض النووي، لكن قبل ذلك أسأل دكتور عبد الحميد عن كيف تأكدت الحكومة من أن فعلا الضحايا من تنظيم داعش؟
هي مثل ما تأكدت أنه سكان مدينة الموصل هم من داعش، واستهدفتها بحرب وبحرق شامل للمدينة، شماعة الإرهاب وداعش وغيرها، شماعة استخدمها الاحتلال الأمريكي منذ اللحظات الأولى لاستهدافه للعراق، وتوالت الحكومات المتعاقبة طيلة سنين الاحتلال إلى الآن باستخدام هذه الشماعة كذريعة لممارسة كل الجرائم وجميع الأنواع الانتهاكات ضد أبناء الشعب العراقي، لأنها أسهل تهمة وأيسر طريق للتهرب من مثل هذه الجرائم والتنصل عنها. والمجتمع الدولي بالمناسبة اليوم هو ليس فقط ساكت عن مثل هذه الجرائم وهذه الممارسات، بل ربما يؤيد هؤلاء المجرمين بشكل أو بآخر. فلذلك هذه التهمة هي مجرد يعني الصاق بهؤلاء للتهرب أولا من الجريمة الأولى باستهدافهم وبقتلهم قتلا جماعيا، والأمر الآخر لتبرير عدم اكتشافهم أو لتبرير أي تقصير تجاه هؤلاء، لأنه كأنهم يقولون أن هؤلاء القوم لا يستحقون لا إكرام ولا دفن ولا تقدير ولا غير ذلك، والحق خلاف ذلك. فكما قال الأستاذ حسين قبل قليل، أكثر من 95% من هؤلاء هم مدنيون وبشهادة أهالي المنطقة، لأنه في حينها لما كانت المدينة محاصرة فإنه اضطر الناس الأهالي إلى دفن ضحاياهم في البيوت، وهؤلاء الضحايا لم يكونوا نتيجة مقاتلة مواجهات، وإنما نتيجة القصف العشوائي من قبل قوات التحالف ومن معها، تسمى قوات التحالف ومن معها، في استهداف هذه المدينة التي اتبعوا ضدها وضد أهلها سياسة الأرض المحروقة، والتي تساقط فيها آلاف ليس عشرات آلاف الضحايا من المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ وغيرهم. بالعودة للأستاذ حسين، وانطلاقا أو من منطلق إنساني بحت، ما مدى أهمية تأطير إجراء فحوصات للحمض النووي لذوي الضحايا حتى تتم مطابقة هذه النتائج والفحوصات ويتعرف كل شخص على من فقد من عائلته؟ يعني بالتأكيد هناك بعدان في هذا الموضوع. الأول موضوع طبي صحي قانوني، أنه هذه الجثث تعود لأشخاص معينين، وهؤلاء الأشخاص مسجلون في يعني قيد الأحوال المدنية، وهؤلاء لديهم عوائل، زوج، ابن، أخ، أب، وبالتالي تقييد هذه الأشخاص في سجل الموتى ينبغي أن يعلم عائلة أو ذو هؤلاء الضحايا بأن ابنهم أصبح من الأموات، وبالتالي كما أسلفت قبل قليل تترتب على هذه الأمور أمور حقوقية وقانونية ومالية. يعني عندما تصبح الامرأة أرملة رسميا يختلف عن حال إذا كان زوجها مفقودا، الطفل عندما يصبح يتيم رسميا يختلف عما كان لا يعلم مصير والده، وهكذا الأمر يتعلق أيضا بقضية التعويضات المؤجلة منذ 5 6 سنوات في محافظة نينوى ومحافظة صلاح الدين ومحافظة الأنبار. آلاف القضايا لم تحسب بسبب أن هذه العائلات لم تحصل على جواب شافي على مصير أبنائها، سواء كانوا مسجونين، مخفيين، قتلى، شهداء، وبالتالي هذا التأطير ضروري لحسم هذه الأمور. وكثير من الناس تحتاج إلى المضي قدما في حياتها، سواء كان أبنائهم من الشهداء والقتلى، وبالتالي حسم هذا الملف فيه بعد إنساني حقوقي مالي قانوني. من الناحية الأخرى هناك التزامات على الحكومات العراقية تجاه أبنائها ومواطنيها. هذه كل حكومة في العالم ينبغي أن تؤدي الواجبات المكلفة بها. حدثت حرب خلال السنوات الماضية، انتهت هذه الحرب، مثل ما استتبت الأمور الأمنية ينبغي أن تستتب بقية الأحوال الإنسانية والشخصية والقانونية، وبالتالي
هذه الحكومه عندما تتقاعس عن هذا الملف فانها تخل بالتزاماتها تجاه مواطنيها ولا تستحق ان تسمى حكومه حقيقيه تمثل الشعب، كما ان الحكومه المحليه لا تولي هذا الملف اهتماما، وبالتالي نحن نضع جزء من المسؤوليه على محافظ نينوى نجم الجبوري، على نواب البرلمان في محافظه نينوى ان يضغطوا على الحكومه العراقيه بغية إنهاء هذا الملف وتسويته أسوة ببقية الملفات. نعم، نعود لدكتور عبد الحميد ونعود معكم 7 سنوات إلى الوراء وجزء من المأساة التي حدثت في الحرب بالموصل، أنه الأهالي تلقوا أوامر بالبقاء في بيوتهم التي تحطمت على رؤوسهم وبقوا تحت الأنقاض. من المسؤول عن كل هذه الأرواح التي سقطت هناك؟ هي جريمة تشترك في مسؤوليتها العديد بشكل مباشر. نعم، حكومة العبادي التي كانت في حينها مسؤولة، قوات ما يسمى بقوات التحالف ومن معها من جارة السوء إيران وميليشيات والأجهزة الأمنية الرسمية وغيرها الذين باشروا الحرب وإبادة هؤلاء، ويتعدى الأمر ذلك إلى كل من قبل لهذه الحرب وسماها في حينها تحريرا، وقد أصدرنا في حينها بيانا أو أكثر من بيان بأننا نحذر من مثل هذه الحرب والتحذير من تسميتها تحرير. لذلك الجريمة يشترك فيها من باشر ومن خطط ومن دعم ومن أيد ومن سكت. فضلا عن ذلك فإن هؤلاء الضحايا الذين سقطوا في تلك السنوات وسكت عنهم كل من يعلم بهم من أهالي المدينة، يعني أتقل من المسؤولين المسؤولين عنها وفي شتى المراحل الزمنية الماضية وبشتى المسؤوليات والمناصب، كل من يعلم بذلك فإنه مسؤول عن سقوط هؤلاء الضحايا وعن عدم إكرامهم وعدم إعطائهم حقوقهم ولا لأهلهم الحقوق لإكرام هؤلاء الضحايا بدفنهم بشكل ملائم ومناسب. وفضلا عن ذلك كذلك كما قلت وأشرت قبل قليل، فإن المجتمع الدولي الذي علم بوجود مثل هذه المجازر التي ارتكبت في حينها وسكت عليها له دور ويد في مثل هذه الجريمة مع كل الأسف. شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الحميد العاني، ناطق رسمي باسم هيئة علماء المسلمين، حدثنا عبر خدمة سكايب. شكر موصول أيضا لضيفنا من الدوحة الأستاذ حسين دلي، ناطق باسم مركز أفاد.